السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا، أرحب بكم جميعا. Arabic Daily Online مركز تخرج أغلاس. Welcome to Arabic Pashto Academy YouTube channel. درس پہلو پہلو اول نمخ کی لکم چی YouTube channel subscribe او دزنگ علامة کلک کری او ویڈیو لائک کری. Don't forget to subscribe our YouTube channel and press the bell button and also like the video. Okay. Everyone, hello. Marhaban, salam. Marhaban means hello. Hello. Marhaban, salam. الاستماع والتحدث. الاستماع والتحدث. Listening and speaking. Listening and speaking. أوريدل أو خبرك أول. الاستماع listening والتحدث speaking. مرحبا أنا هاشمي. مرحبا أنا هاشمي. Hello, I'm هاشمي. Hello, I'm هاشمي. سلام ذا هاشميم. مرحبا أنا هاشمي. سلام ذا هاشميم. I'm هاشمي. مرحبا أنا أحمد. مرحبا أنا أحمد. Hello, I'm أحمد. مرحبا أنا أحمد. سلام ذا أحمد. مرحبا أنا علي. مرحبا علي. مرحبا أنا علي. سلام ذا عليم. Hello, I'm علي. مرحبا أنا I علي علي. مرحبا. Hello, أنا I علي M علي. أنا علي. I'm علي. مرحبا أنا خان. مرحبا أنا خان. Hello, I'm خان. Hello, I'm خان. سلام ذ خانم. ب الآن قل من أنت. Now you say who are you. أستاسو ويش تاسو سوكي. مرحبا أنا دلتا خبل نمولكي. مرحبا أنا من. So write here your name. Don't forget to write this sentence in the comment. Marhaban, write marhaban ana. Here write your names. Hilakum comment ki da wali kai marhaban ana aw khpal nun dar ta wali kai. Amda jumla itas korani danda. This is your homework. Try to comment in the comment section. Okay. Da yo muhawira da awal da wa murusta tarjuma kuma. So this is the conversation. I'm going to read it. Just listen. And later we will have the translation of this. اقرأ واستمع. والولي أو واوري. اقرأ read واستمع listen. اقرأ read واستمع listen. مؤذف الاستقبال. مؤذف الاستقبال. أو مؤذف استقبال. Receptionist means receptionist. مرحبا ما اسمك. مرحبا ما اسمك. الهاشمي. اسمي هاشمي. اسمي هاشمي. مؤذف الاستقبال سي. هل أنت علي الحاشمي؟ هل أنت علي الهاشمي؟ لا أنا محمد الهاشمي. لا أنا محمد الهاشمي. سررت بلقائك. سررت بلقائك. سررت أيضا. سررت بلقائك أيضا. هل تأخرت؟ هل تأخرت؟ نعم نعم. الهاشمي آسف. آسف. Now translation. هوسيش بارا. مرحبا ما اسمك. مرحبا ما اسمك. Hello. مرحبا means hello. ما اسمك. What's your name. ما اسمك. What's your name. مرحبا سلام. ما اسمك ستانم سدي. ما اسمك in Pashto ستانم سدي. ستانم سدي in English. مرحبا. Hello. ما اسمك. What's your name. اسمي الهاشمي. اسمي الهاشمي. My name is هاشمي. My name is هاشمي. زمانم هاشمي داي. اسمي زمانم الهاشمي. هاشمي داي. My name is هاشمي. هل أنت علي الهاشمي. هل أنت علي الهاشمي. So it's are you Ali Hashimi? Which Hashimi? Are you Ali Hashimi? Ayat Ali Hashimi. Hal anta ayat. Hal anta in Pashto ayat. Ali Ali al Hashimi al Hashimi. Ayat Ali Hashimi. Are you Ali Hashimi? Hal anta Ali al Hashimi? La no. La means no. Na. Ana Muhammad al Hashimi. Ana Muhammad al Hashimi. I'm Muhammad Hashimi. I'm Muhammad Hashimi. The Muhammad Hashimiyam. The Muhammad Hashimiyam.
سررت بلقائك. سررت بلقائك. Nice to meet you. سررت بلقائك أو سررت بمقابلتك. Both are the same. سررت بمعرفتك. Nice to meet you. بليدومو خوشارشم. سررت خوخشم. بلقائك بليدومو. سررت بلقائك بليدومو خوخشم. بلقائك مين؟ بليدومو. سررت خوخشم. So nice to meet you in Arabic. سررت بلقائك. بختوكي بليدومو خوخشم. يا بليدومو خوشحالشم. سررت بلقائك أيضا. سررت بلقائك أيضا. Nice to meet you too. Nice to meet you too. سررت بلقائك أيضا. أيضا mean in Pashto ذهم. ذهم. سررت خوخشم بلقائك بلدو. نو مكمل جملة. ذهم بلدومو خوخشم. يا خوشالثم. بلدومو ذهم خوشالشم. سررت بلقائك أيضا. Nice to meet you too. هل تأخرت؟ هل تأخرت؟ Am I هل تأخرت؟ Am I late؟ Am I late؟ هل تأخرت؟ Am I late؟ آيا ما نا وقت كلا؟ يا آيا ذن وقت راغلم؟ هل تأخرت؟ آيا ما نا وقت كلا؟ Am I late؟ نعم yes. نعم yes. هو in Pashto for نعم هو هو نعم yes. آسف أو آسف. آسف means sorry. أبخة. آسف sorry. أبخة. So دا زمون جملة وي. هلا كم شيء دا جملة تاسو يو عملي كري. يو بلت سر خبري وكري. أو مثلا هل تأخرت؟ Am I late؟ آيا ما أنا وقت كرا؟ اسمي الهاشمي. My name is هاشمي. زمانهم هاشمي ده. So you say you can say اسمي اسمي عبد الجبار. اسمي خان علي. Every name you can say. هل تأخرت؟ For if you for example you are going to school and you go late and you asking from the teacher, am I late? هل تأخرت؟ In Arabic هل تأخرت؟ In Pashto آيا ما نا وقت كرا؟ آيا ما نا وقت كرا؟ So for if you telling my name is Hashimi or my name is Ali or my name is Bob or my name is anything. In Pashto, Zamanum Hashimi Day. My name, Zamanum Hashimi, is Hashimi Hashimi Day. Marhaban Masmuka. So in Arabic, we can say for hello, what's your name? Marhaban Masmuka. In Pashto, we say Salam Stanum Sede. Salam Stanum Sede. No, don't forget to practice this these sentences with your friends or online in Facebook groups. And if you have any question, you can comment. So don't forget to like the video. Hila kom chida video da jumli khpalo ki o aga kari tamrin kari kas mushkil wi hila kom comment wo kari aw hila kom chi video like kari kas peshnehad intiqad wi comment ki wala shay aw taas nahi lakum mung sara marast di pabarak wo kari chita so nor kama se jumli aw kalimat manga jur kulu chita so arabi jaba aw english jaba ki marast wo kari no de ramana tarbal dar sabore taas wala asparam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Have a good time. Khuda hafiz. Assalamu alaikum.